جمعنا ما بين ثلاث ألوان من الشر مع يقابلهم ثلاث ألوان من التحصين. إن كنت خايف من نفسك اتحصن بيا حي يا قيوم لا إله إلا أنت برحمتك أستغيث، اصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. إن كنت خايف من الأشياء، خايف من سم، خايف من أذى، خايف من ميكروب، خايف من عدو، خايف من جار، خايف من حاسد، قول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء والسميع العليم. خايف من فقر، خايف من أي شيء لا يضره شيء، سيدنا النبي قال لا يضره شيء. إن كنت خايف من الشياطين ومن عوالم الجن ومن أذى هذا العالم، فقل هذا الدعاء المبارك: أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، من شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر ما ينزل من السماء وما يعرج فيها، ومن شر فتن الليل والنهار، ومن شر طوارق الليل والنهار، إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. الشياطين تحزبوا وتحذروا من الأودية تجاه النبي صلى الله عليه وسلم، جايين يحاربوا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وفيهم شيطان بيده شعلة من نار يريد أن يحرق بها وجه النبي صلى الله عليه وسلم. فهبط جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا محمد قل. فسيدنا النبي قال: ما أقول؟ أقول إيه؟ سيدنا جبريل قال: قل أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر ما ينزل من السماء وما يعرج فيها، ومن شر فتن الليل والنهار، ومن شر طوارق الليل والنهار، ومن شر كل طارق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. يقول الراوي: فانطفأت نارهم وهزمهم الله تبارك وتعالى. طبعا بقى بعد الكلام ده هنلاقي المشكلة اللي بتقابلنا: يا مولانا أنا قلت ولسه قلقان ولسه تعبان ولسه. لا، يبقى أنت إيمانك ضعيف، تبقى مشكلتك إن الخوف عندك خوف مرضي نتيجة ضعف الإيمان. لابد أن تقول بيقين. كان سيدنا أبو الحسن الشاذلي رضي الله عنه يقول: اللهم إني أسألك الإيمان بحفظك. الإنسان مش محتاج حفظ الله، موجود سواء دعيت أو ما دعيتش. الله سبحانه وتعالى يقول: وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة، يعني ربنا قيوم علينا بالحفظ. لكن هي المشكلة مشكلة إن أنا مش حاسس بالحفظ ده ومتوتر وقلقان، وبفتح للشيطان باب يداعبني بيه بالوساوس والهلاوس والخوف والقلق والتوتر اللي بيفسد علينا الرضا والحالة الإيمانية السليمة. فاللهم إنا نسألك الإيمان بحفظك، إيمانا يسكن به قلبي من هم الرزق ومن خوف القلق. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Thank you.